بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هو the concept of limit، يعني مفهوم النهاية. ما هو مفهوم النهاية عدديا أو numerically؟ في البداية limit x approaches a for f of x، معناه أن هناك نهاية من اليمين ونهاية من اليسار. يعني يمكن تقسيم الليمت إلى نهاية من اليمين ونهاية من اليسار. وكيف نحسب النهاية من اليمين؟ نحسب النهاية من اليمين أي limit x approaches to a plus to f of x equal، بأننا نقوم بالتعويض ب a زائد خطوة صغيرة إلى اليمين plus 0.1، ثم نعوض في الدالة. ويمكن حساب الخطوة الصغيرة بأشكال مختلفة لا نهائية. نكتفي بذكر ثلاثة خطوات 0.1 و 0.001 و 0.0001. لتكون هذه النهاية اليمنى موجودة، لابد من تقريبا تساوي قيمة الدالة عند تلك النقاط، أي عندما x تساوي a plus 0.1 و x تساوي a plus 0.001 و x تساوي a plus 0.0001. ثانيا النهاية من اليسار، النهاية من اليسار limit x approaches a minus of f of x. نقوم بخطوات صغيرة إلى اليسار من ال a، يعني a ناقص 0.1 و a minus 0.001 و a minus 0.0001 and so on. عند هذه النقاط يجب للدالة أن تتساوى تقريبا من أجل أن يكون لها نهاية يسرى. okay. if إذا كانت النهاية اليمنى limit of f of x when x approaches to a plus تساوي تقريبا النهاية اليمنى بشكل عددي، طبعا x approaches to a minus of f of x تساوي تقريبا قيمة معينة w، then limit of x approaches limit of x approaches to a of f of x equals to w. فبالتالي تصبح نهاية الدالة موجودة وتساوي ال w. graphically أو بشكل رسمة يمكن تحديد النهاية كالتالي. هذه دالة مثلا f of x، ونريد نهاية الدالة عند نقطة x، فإننا نخطو خطوة صغيرة إلى اليسار، خطوة صغيرة إلى اليمين، وخطوة صغيرة إلى اليسار، وننظر قيمة الدالة تقريبا تساوي كم، ونجد أن الدالة تقريبا ستساوي ال w إذا خطينا خطوة صغيرة إلى اليمين أو إذا خطينا خطوة صغيرة إلى اليسار. بالتالي limit x approaches to x to f of x equal to w. okay. so a limit exists if and only if both corresponding one-sided limits exist and are equal. بمعنى
limit x approaches to a to f of x equal to l for some l where l is a number if and only if limit النهاية اليسرى تساوي النهاية اليمنى تساوي هذه القيمة. اوكي أمثلة determining limits graphically لدي f of x مرسومة كالتالي نريد limit x approaches 1 minus و limit x approaches 1 plus و limit x approaches 1 و limit of x approaches to minus 1. اوكي ويتم حسابها كلها graphically. في البداية نبدأ بنقطة x equal to 1. لو خطينا خطوة صغيرة إلى اليسار ونظرنا الدالة تقترب إلى أي قيمة سنجد أنها تقترب إلى السالب 1. بالتالي limit x approaches to 1 minus f of x equal to minus 1. لو خطينا خطوة صغيرة إلى اليمين فإننا سنجد أن الدالة تقترب تقريبا إلى الاثنان. فبالتالي limit x approaches to 1 plus f of x equal to 2. لكن نلاحظ أن النهاية من اليمين عندما x يقترب للواحد لا تساوي النهاية من اليسار عندما x يقترب للواحد الدالة. فعدم تساويهما يعطي أن limit x approaches to 1 of f of x does not exist. اوكي بعدين عندي limit x approaches to minus 1 f of x ننظر إلى السالب 1 نتحرك لليمين في جهة اليمين خطوة صغيرة وننظر الدالة تقريبا ستساوي كم ستساوي تقريبا ستساوي تقريبا الواحد. وإذا تحركنا جهة اليسار خطوة صغيرة ونظرنا الدالة تساوي كم ستساوي تقريبا أيضا الواحد. بالتالي limit x approaches to minus 1 of f of x equal to 1. okay next limit x approaches to minus 1 f of x a limit where two factors cancels دي بالمعنى الجبري لحل الليمت. اوكي لكن في البداية هنحله graphically. عند السالب 1 نتحرك لجهة اليمين خطوة صغيرة وننظر الدالة تقترب إلى السالب نص وأيضا نتحرك جهة اليسار خطوة صغيرة وننظر قيمة الدالة فنجد أنها تقريبا تساوي السالب نص. بالتالي الليمت يساوي سالب نص. اوكي لكن عندما نحل هذا الليمت جبريا فاننا في البداية سنعوض بسالب 3 في شكل الدالة الاصلي. اوكي فيكون لدي سالب 3 في سالب 3 زائد 9 على سالب 3 الكل تربيع ناقص 9 وهذا سيساوي 0 على هنا سالب 9 زائد 9 0 وهنا 9 ناقص 9 0. فبالتالي نحاول أن نبسط الشكل لنصل إلى حل لهذا الشكل الخاص بالليمت نبسط شكل الدالة.
نجد في الأسفل شكل فرق بين مربعين، يعني differences between two squares. وفي الأعلى نجد أننا يمكن أن نأخذ الثلاثة عامل مشترك، فنحصل على limit x approaches to minus 2 minus 3 3 x plus 3 over x minus 3 x plus 3. هيروح x plus 3 مع x plus 3. استطعنا أن نعمل factorizing، ودي بداية كويسة. بعدين 3 over x minus 3 نحصل على، الآن نقوم بالتعويض بالشكل الذي حصلنا عليه بشكل مباشر، 3 على minus 3 minus 3 تساوي 3 over minus 6 equal minus 1 over 2. الحمد لله تم الوصول لنفس الحل الذي حصلنا عليه graphically، فبالتالي استطعنا الحل graphically والحل ب algebraically بالطريقة الجبرية التالية. next، أيضا هنا نستخدم نفس الفكرة تماما، نقوم بالحل algebraically بأن نتحرك لجهة اليسار وجهة اليمين خطوة صغيرة. نجد أن تقريبا الدالة تساوي الأربعة، بالتالي limit fx عندما x approaches to تساوي الأربعة. نجد في شكل الدالة فرق بين مربعين أيضا، فنقوم بتبسيطها بنفس الفكرة، نكتب x ناقص 2 في x زائد 2 على x ناقص 2 فنحصل على x زائد 2. نكتب الليمت لشكل الدالة بالشكل المبسط، limit عندما x approaches to 2 نحصل على 2 زائد 2 عند التعويض المباشر ونحصل على الأربعة. next، لدي هنا الدالة sin x على x، نريد الليمت الخاص بها. أولا نحلها بشكل algebraically، سوري algebraically سيكون صعب، سنحلها بالgraphically بأن هو يريد تقارب الدالة عند الصفر، فنتحرك بجهة اليسار وجهة جهة اليمين وجهة اليسار خطوة صغيرة، ونجد أن الدالة تتقارب عند الواحد تساوي الواحد. لكن يمكن أيضا حل هذه المسألة عدديا بمعرفة الليمت من اليسار من اليمين أولا، عندما x approaches to 0 plus 2 f of x okay to the right، فنمشي خطوات صغيرة لجهة اليمين من الصفر، 0.1 0.01 0.001 and so on، ونعوض بها في شكل الدالة، نحصل على قيم تقريبا تساوي الواحد. أيضا نحسب limit x approaches to 0 minus f of x، نتحرك في جهة اليسار خطوات صغيرة بالنسبة للصفر، سالب 0.1 سالب 0.01، هي دي الستبس بتاعتي الصغيرة لجهة اليسار من الصفر، سالب 0.001. نحصل أيضا على قيم تقريبا تساوي الواحد، بالتالي الليمت من اليمين للدالة يساوي الواحد تقريبا، والليمت من اليسار يساوي بالنسبة للدالة يساوي الواحد.
تساوي اللمت من اليمين يساوي اللمت من اليسار، نكتب as limit x approaches to 0 plus sine x over x equal to limit x approaches to 0 minus sine x over x equal to 1، then نحصل على أن limit x approaches to 0 to f of x which is sine x over x equal to 1. Next، لدي هنا a case where one-sided limits disagree، يعني the limit from the left is not equal to the limit from the right. وهنا سنلاحظ هذا جبريا وسنلاحظه أيضا graphically. Okay، الفانكشن مرسومة كالتالي، تتقارب نريد أن نحسب النهاية من الصفر، نهاية عند الصفر، فنتحرك جهة اليمين خطوة صغيرة، نجد أن الدالة تساوي الواحد، ونتحرك جهة اليمين خطوة صغيرة اليسار، فنجد أن الدالة تقترب للسالب واحد، فمعنى أن الليمت عندما x تقترب للواحد من جهة اليمين لل f of x تساوي الواحد، والليمت لل x approaches to 1 minus f of x تساوي سالب واحد، معناه أنهم غير متساويان، بالتالي limit x approach sorry مش الواحد صفر صفر minus الصفر plus، بالتالي فإن limit x approaches to zero of f of x equal to what does not exist. أوكي، يمكن حسابها جبريا كالتالي، نكتب limit x approaches to 0 of x من جهة اليسار تساوي limit x over minus x، نفك المطلق x approaches to 0 من جهة اليسار تساوي سالب واحد، أوكي، لأن limit x approaches to 0 minus للسالب واحد تساوي سالب واحد، و limit x approaches to 0 plus f of x equal to limit x approaches to 0 minus 0 plus sorry x over x، نأخذ الجزء الموجب من المطلق اللي هو x تساوي الواحد. Okay، hence limit x approaches to 0 minus of f of x does not equal to limit x approaches to 0 plus f of x، then limit x approaches to 0 of f of x does not exist. اوكي، وبكده احنا حلينا algebraically وحلينا graphically. اوكي، next a limit that does not exist. هنا انا عندي شكل الفانكشن بتاعي، اوكي، من الرسمة هنلاحظ انه عند ال x equal to في discontinuity، ولو تحركنا جهة اليمين
هنلاقيها رايحة للسالب ما لا نهاية، ولو تحركنا جهة اليسار هنلاقيها رايحة للبوزيتيف ما لا نهاية. اوكي، فهيبقى النهاية اليمنى تساوي سالب ما لا نهاية، يعني does not exist، والنهاية اليسرى تساوي ما لا نهاية، يعني does not exist، وبالتالي الليمت لهذه الدالة غير موجود. إذا حبينا نحل algebraically هنعوض في الدالة ب2، فهنكتب 4 squared minus 5 over 2 minus 2 هيدينا كم؟ هيدينا minus 1 over 0 which is minus infinity. الشكل غير قابل للتبسيط، we can't factorize anything here، بالتالي هيكون does not exist، limit لا يمكن أو غير موجود عندما x approaches to 2. Again the limit does not exist. في هذه الحالة أيضا نجد discontinuity، ونجد أنه لما نتحرك لجهة اليمين في الدالة تقريبا أيضا ما لا نهاية، ولجهة اليسار سالب ما لا نهاية، غير موجود جهة اليمين وجهة اليسار، بالتالي الليمت غير موجود. يكفي أن يكون غير موجود في حالة واحدة، لكن إحنا بنحسب الاثنين. بعدين إذا كنا عاوزين نحسبه algebraically هنلاقي إنه في تبسيط هنا، ممكن ناخد ثلاثة عامل مشترك من البسط ومن المقام، ممكن نعمل فرق بين مربعين differences between two squares، فهيدينا 3x plus 3 over x plus 3 multiplied by x minus 3، دي هتروح مع دي هيفضل 3 over 3 minus 3 sorry x minus 3. فلما نيجي نعوض هنعوض limit x approaches to 3 to 3 over x minus 3، ما نقدرش نبسط اكتر من كده، فهيدينا 3 over x minus 3 sorry 3 minus 3 which is 3 over 0 which equal to infinity. So the limit does not exist. Okay. تم بحمد الله، وأتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وأي استفسار أو سؤال في الكومنتس وإن شاء الله أجاوب عليه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.